السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يوم جديد، النهاردة هنطلع بيكم على مسجد الرحمة واجواء الاحتفال او اجواء الفطار النهاردة ان شاء الله. قبل الفطار، البيت المصري النهاردة عامل فطار جماعي للمصريين والعرب موجودين في اوكرانيا، فاحنا النهاردة باذن الله رايحين نغطي كل حاجة زي ما معودكم بالظبط، ان احنا اي احتفالية اي حاجة بتحصل بنغطيها، وهنكون موجودين معاكم دايما على طول. خلينا بقى نروح على المسجد ونشوف ايه اللي بيحصل هناك. يا شباب وصلنا للمسجد زي ما انتم شايفين ورانا، ما شاء الله ما شاء الله، عامل زي المسجد الاقصى بالظبط، ما شاء الله عليه، يعني مسجد جامد. اول مره على فكره اصلي في المسجد ده، ومعايا اخويا مصطفى والبيت المصري. ادور يا عم وري الناس البيت المصري يا عم. اهو البيت المصري النهارده هو اللي عامل ان شاء الله الفطار. ان شاء الله هيكون فطار مصري هيعجبكم جدا، يعني الناس اللي هتكون موجوده يعني هيعجبهم جدا. بقول لكم مرحبا، يلا ندخل جوه نشوف الاجواء جوه عامله ازاي. ويلا لبسنا بقى خلاص لبس البيت المصري، وخلاص نبدا الشغل بقى ونبدا التصوير باذن الله. ان شاء الله باذن الله اليوم هيعجبكم جدا جدا جدا. الاجواء حلوه بس الجو حر والمطبخ احر، فنحاول بقدر الامكان ان احنا نغطي لكم كل حاجه بتحصل. ويلا بينا نشوف هيعملوا. شرف ليا والله العظيم يا شباب ان انا اكون موجود في اليوم ده معاهم، واللي انا اشاركهم الاجواء ديت، واللي انا اكون انا الوحيد اللي بصور الكلام ده وبتحط عندي على القناه. بصراحه ناس في قمه الاحترام وفي قمه الادب وفي قمه يعني مش عارف اقول ايه اكتر من، يعني مش عارف اتكلم اقول ايه بصراحه. رئيس جاليا شغال معانا بايده، رئيس جاليا اخونا، اعضاء جاليا كلنا اخوات مع بعض، مفيش فرق ما بيننا ما بين واحد شغال ايه ولا واحد بيعمل ايه ولا واحد طالب ولا واحد مع اقامه دايمه ولا واحد مع اقامه مؤقته. كلنا واحد وكلنا باذن الله ايد واحده. اي مشكله تحصل لنا ان شاء الله كلنا بنقف عشان خاطر نحلها مع بعض. زي ما انتم شفتم اجواء جوه عامله ازاي، تجهيزات الاكل عامله ازاي، وباذن الله باذن الله اليوم يكمل على خير. قول يا باشا كلمه للناس في رمضان، وقول الكلمه للناس عشان خاطر لا لا الوقت في رمضان وفي اخر رمضان، وبنسبه الفطار اللي انت شايفه ده. قول يا باشا كل سنه وانتم طيبين، والبيت المصري المعتمد الوحيد داخل اوكرانيا بخير. طبعا احنا بنشكر الشباب كله، وزي ما احنا شايفين الاستاذ علي فاروق كبيرنا ورئيس جلدتنا الوحيد المعتمد داخل اوكرانيا، وبكررها تاني يعني المقصوده الوحيد المعتمد لوحده زي ما انتم شايفين بنفسه بايده. احنا عاملين فطار النهارده لألف واحد لكل الجاليات بس باسم البيت المصري. لا رحنا خدنا مطعم ب 200,000 و300,000، ولا ان احنا اعتمدنا على رجال اعمال مولونا من تحت الترابيزه او اي كلام تاني، او ان احنا يعني احنا بنخدم لوجه الله.
لا عايزين حاجه من حد ولا بنخدم عشان مصلحه، كله لوجه الله، وكل سنه وانتم طيبين ومحدش يزعل مني، ورمضان كريم. سيبناهم هناك يجهزوا الفطار وقلنا ندخل المسجد ونوريكم المسجد، لان ده اول مره نكون موجودين فيها هنا، اول مره نشوف المسجد ده. اللي انا عرفته هنا ان اول ما دخلت عشان اصور قالوا لي ان في هنا مكاتب تحفيظ القران، وفي دروس هنا، لان طبعا هنا طبعا يعني اللغه عندهم اللغه الروسيه، فحوار ان هم يتعلموا الدين فبيكون صعب شويه، فبالتالي في مدرسين هنا بيعلموا بيترجموا الكلام بتاعنا من العربي للروسي، وبعد كده يبداوا ان هم يدرسوا الناس هنا. طبعا المسجد فيه نساء وفيه رجال، المسجد كبير زي ما انتم شايفين، يعني المسجد شكله عامل زي المسجد الاقصى، بصراحه شكله حلو قوي، يعني عامل زي المسجد الاقصى بالظبط، حاجه جامده. انا اول مره ادخل هنا. شوف المكان، شوف من فوق عامل زي ساحه المسجد الاقصى بس على صغير شويه. طبعا ما شفتهاش هنا زي ما انتم شايفين، هوريكم دلوقتي. هنا دي مكاتب تحفيظ قرآن، هنا بيحفظ قرآن، هنا كل دي مكاتب تحفيظ قرآن كده. اللي انا عرفته يعني مكاتب تحفيظ قرآن للاطفال وللنساء وللرجال، اللي هم طبعا في ناس مش حافظه قرآن وكده، بيبداوا هنا يحفظوا قرآن ودروس الاسلام ويعني السنه ما شاء الله. يعني ندخل المسجد نشوفه من جوه، ايه رايكم؟ يلا بينا ندخل المسجد نشوفه من جوه. زي ما انتم شايفين يا شباب سامعين صوت القران، في جوه كده زي مسابقه قران كريم. ندخل نشوف المسابقه، بس مش هعمل صوت عشان خاطر طبعا الناس هناك كده والدنيا والبتاع. نخش نشوف المسابقه. ما شاء الله ما شاء الله، المسجد كبير جدا 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 زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزه لمزه الذي جمع ماله ألف. شتويتا با شتويتا تا شتويتا سا شتويتا جيم شتويتا خا خا خا. كيف زفوت؟ عبد الله. بصراحة يا شباب أنا لما جيت هنا المسجد استريحت جدا 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 للمسجد والأجواء اللي في المسجد. في حاجة برضو مختلفة عن المساجد اللي أنا بشوفها في كييف أو المساجد اللي أنا بشوفها هنا عموما، الصوت ما ينفعش يطلع بره، هنا لا الصوت بيطلع بره، يعني صوت الأذان أو صوت القرآن زي ما أنتم شايفين
ما ينفعش يطلع بره هنا في اوكرانيا، هنا لا الصوت بيطلع بره. السبب مش عارف بالظبط السبب ايه، بس في ميكروفونات خارجيه والصوت بيطلع عادي مفيش مشكله. زي ما انا وريت لكم في دروس، الناس بتدي هنا دروس برضو باللغه العربيه. زي ما انا شفتكم الطفل الصغير اللي كان جوه بيدرس باللغه العربيه وبيكتب اسمه او بيكتب الحروف باللغه العربيه. زي ما انا شفت هنا اللي هنا في مسابقه قران كريم، طبعا مدرسين وقاعدين والطلبه بيقراوا قران وبياخدوا عليهم درجات وكلام من ده وكده، ومسابقه زي ما عندنا بالظبط مسابقات بتاعه رمضان. فدي نفسه صغيره عن المسجد، وباذن الله باذن الله هعمل لكم فيديو مفصل عن المسجد كامل بس الايام الجايه ان شاء الله، لان موضوع الحلقه النهارده عن الفطار. يلا بينا بقى نروح نشوفهم هيعملوا ايه في الفطار. اجواء جميله من الاخر، اصور بالموبايل واصور بالكاميرا واصور بالكاميرا اللي في ايديا، والدنيا ولعه ولعه هنا. زي ما انتم شايفين بيجهزوا الاكل ان شاء الله، عشان لسه ما عادش فضل 10 دقائق على الاكل. لحد دلوقتي طلعوا اكتر من 1000 وجبه، ولسه ان شاء الله بيطلعوا كمان ورق. باذن الله الاكل يكفي ويفيض واليوم يبقى جميل. لسه بالظبط 5 دقائق على الفطار، وطبعا سبتهم هناك بيجهزوا الفطار لان بصراحه تعبانين جدا، والواحد لما بيقف جنبهم متعب من ريحة الأكل. المهم المكان اللي انتوا شايفيني فيه ده، ده مكان ساحة كده في المسجد الأطفال بيلعبوا فيها زي ما انتوا شايفين. طبعا كل واحد بقى بيجيب أولاده هنا وبتاع عشان خاطر اللي هو يحب المسجد وكلام من ده وكده، فبيبدأ ان هو يجيب الأطفال بتوعه ويقعدوا هنا. فقلت أوريكم المكان ده، مكان جميل جدا جدا للناس اللي هنا في أوكرانيا وعندها أطفال وحابين ان هم يزوروا المسجد. في مكان هنا للأطفال ممكن ان هم يزوروا المسجد ويقعدوا فيه. زي ما انتم شايفين دلوقتي كده الناس طالعه من الصلاه وراحت تاكل. بسم الله الرحمن الرحيم، اجواء الافطار ورانا نشوفها مع بعض. بسم الله ما شاء الله الناس هنا ما شاء الله عليهم. И ложки положи туда ложки. العدد كبير جدا جدا جدا. حبيبي حبيبي عيسى. هلالك يا هلا بك، هلا هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك. صام وطاعة للرحمن، صام وطاعة للرحمن، روحانية يومك غير والوعد باب الريان، والليالي فيها الخير. يا هلا بك يا رمضان، يا هلا بك يا رمضان، جينا نبارك للحلو. كده يا شباب خلصنا اليوم. اليوم بصراحه كان يوم جميل جدا، تعبنا فيه الشباب تعبوا فيه كتير جدا. ربنا يكرمهم يا رب. يعني كنا حاطين افضل من كده بكتير، كنا حاطين ان احنا ان شاء الله هيبقى 1000 واحد، ولكن لقينا في عدد اكبر والحمد لله. لقينا الاكل المكان موجود وفر وفاض كمان، ولسه في اكل كمان في المطبخ الحمد لله. الحمد لله الاكل كان فيه بركه، واليوم كان جميل وقضيناه يعني قضيناه مع بعض كاخوه. الاكل كان جميل جدا. المهم اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى لو الفيديو يكون لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وتعملوا اشتراك بالقناه وتفعلوا زر الجرس عشان كل جديد باذن الله يوصل لكم. واشوفكم على خير في فيديو جديد مع